نشوف مع بعض من المتحف المصري في التحرير، بث مباشر مع زميلنا محمود جميل اللي موجود هناك في المتحف وبيتابع فتح المتحف لأبوابه للجمهور بالمجان بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف. صباح الخير عليك يا محمود. صباح الخير عليك يا منى، صباح الخير عليك يا شاذلي وعلى ضيفكم الكريم، بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. الحقيقه عايز اقول لك من الساعات الاولى لصباح اليوم واول ما بدا دخول الزائرين في اقبال كبير جدا النهارده على المتحف المصري بالتحرير، احتفالا طبعا باليوم العالمي للمتاحف اللي قام بتنظيمه المجلس الدولي للمتاحف منذ عام 1977. وطبعا اهميه اليوم هو توحيد التطلعات والجهود الابداعيه للمتاحف وتسليط الضوء طبعا على أهمية المتاحف ودورها في المجتمع. وطبعا كل عام المجلس الدولي للمتاحف بيختار موضوع معين في الاحتفال بهذا اليوم، والنهاردة طبعا الاحتفال بدور المتاحف لأجل التعليم والبحث العلمي ودور المتاحف وأهميته في المؤسسات التعليمية. 32 متحف على مستوى الجمهورية النهاردة بيتم فتحهم بالمجان لاستقبال الزائرين، هيكون في ورش طبعا يعني للزائرين وهيكون في جولات للتعريف مقتنيات المتاحف. ايه اللي هيحصل بالظبط في المتحف المصري في التحرير؟ ده اللي هنعرفه من خلال ضيفنا الكريم دكتور علي عبد الحليم المدير العام للمتحف المصري بالقاهره. صباح الخير على حضرتك يا دكتور واهلا وسهلا بيك. وطبعا يعني حابين الاول نعرف ازاي استعد المتحف المصري للتحرير النهارده لليوم العالمي للمتاحف وايه اللي هيتم تقديمه للزائرين. صباح الخير على حضراتكم جميعا وعلى مصر كلها وعلى جميع المشاهدين. طبعا اهلا بيكم في المتحف المصري، المتحف الام للمتاحف جميعا. النهارده يوم مميز، واول ما جانا نشره من قطاع المتاحف بتوقيع من سياده الامين العام للمجلس الاعلى للاثار بفتح المتحف مجانا للجمهور المصري في يوم المتاحف العالمي، بدانا نعمل استعداداتنا ونجهز برنامج مميز للحضور. طبعا بالاضافه للاثار، المتحف المصري مؤسسه ما هوش مجرد مكان لعرض الاثار فقط، وانما متعودين دايما نعمل فيه انشطه ثقافيه وانشطه تعليميه، وغير كده في جولات داخل المتحف بنعملها مجانيه، لان احنا عندنا مجموعه مميزه جدا اسمها مجموعه اصدقاء المتحف المصري. دول من زمان قوي هم بيتدربوا ان هم يستقبلوا الناس يشرحوا لهم المتحف المصري، فعشان كده النهارده يوم فيه زخم مش بس على مستوى المتحف المصري انما على مستوى المتاحف كلها، متحف المنوفيه اسكندريه، متحف الفن الاسلامي، متحف القبطي، لكن عشان ده متحف عالمي ويعني فيه زخم كبير جدا احنا كان لازم نجهز حتى من الناحيه الامنيه، بقى عندنا استعدادات امنيه من الامن الاداري وزملائنا من وزاره الداخليه شرطه السياحه والاثار. عملنا تنسيق قبل ما يعني اول ما جت الورقه على طول مع الجهات الامنيه، وحددنا الاماكن اللي فيها ازدحام وازاي ان احنا نبقى عندنا رد افعال سريعه للحفاظ على الناس طبعا اول حاجه. الحاجه الثانيه الاسعاف موجود برضو معانا في المتحف، وحده اطفاء كامله. غير كده بالنسبه للانشطه اللي داخل المتحف، عندنا النهارده يوم علمي كامل بمناسبه اليوم على المتحف، بيخدم على الفكره بتاعه السنه بتاعه اليوم العالمي للمتاحف اللي هي بتكونسيرن او بتهتم بالإدوكيشن اند ريسيرش اللي هو التعليم او التربيه والبحث العلمي. وعشان كده النهارده في عندنا اربع محاضرين هيتكلموا في قاعه 39 في سلسله من المحاضرات طوال اليوم. عملنا سلسله يوم الاربعاء اللي فات جبنا فيها جامعه عين شمس وجامعه دمياط والمتحف المصري، والنهارده هنكمل من المتحف المصري وقطاع المتاحف سلسله محاضرات. غير كده عندنا ورش تعليميه سواء للاطفال او حتى لذوي الهمم، لان احنا عندنا ديبارتمنت او قسم خاص بذوي الهمم والاحتياجات الخاصه بنهتم بيهم، بنجيب لهم بالذات لهم البلايند سيستم او اللي هو اللي عندهم مشكله في البصر، عندنا اقلام شارحه بيدوسوا عليها تشرح لهم الاثار. يمكن كنت حابب اسال حضرتك كمان على علاقه الموضوع اليوم وهو المتاحف لاجل التعليم والبحث العلمي، عشان كده اكيد في تكثيف للندوات العلميه واهميه الارتباط بهذا الموضوع واستعدادات المتحف المصري للتحرير للربط والعلاقه القويه ما بين دور المتاحف وفي المؤسسات التعليميه وكمان الابحاث العلميه بالنسبه للمهتمين بعلم الاثار والابحاث العلميه في الاثار. ده حقيقي، احنا عندنا حتى من الناحيه العلميه يعني جيت ادور على عدد الابحاث اللي خرجت من المتحف المصري ما قدرتش اعدها. على مستوى العالم بلغات مختلفه المتحف المصري من 1902 وقت افتتاحه بينتج كميه ابحاث لعلماء اثار اجانب ومصريين وعرب يعني على مدار السنين اللي فاتت.
عشان كده السنة دي جبنا شخصية مصرية مميزة عالمة آثار لها دور إداري وعلمي داخل المتحف المصري اسمها الدكتورة ضياء أبو غازي. دي كانت مديرة المتحف المصري وأول حد يستلم عهدة من المصريين، يعني الأجانب كانوا هم اللي بيديروا المتحف المصري زمان، هي أول حد مصري يستلم عهدة بتاعت المتحف المصري. وبعد كده هي اللي نظمت المكتبه بتاعه المتحف المصري، واحنا النهارده بشكل استثنائي فاتحينها، ما احنا بتفتحش بس فاتحينها النهارده، وعاملين لها معرض مؤقت على شرفها. الكتالوج اللي هي عاملاه لكل الكتب بتاعه المتحف مكتبه المتحف المصري معروض، منها نماذج عندنا، معروض السيره الذاتيه بتاعتها وبعض الصور بتاعتها. يمكن الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف في هذا العام بياتي في وسط تطوير طبعا لمنظومه المتاحف على مستوى الجمهوريه، وتحديدا للمتحف المصري للتحرير في التحرير طبعا، وكان في تقريبا عمليه تطوير من فتره انا كنت شاهد عليها طبعا في تطوير بعض القاعات واضافه بعض المقتنيات. لو حضرتك تكلمنا على ميزه الاحتفال مع تطوير المتحف المصري بالتحديد. طبعا هو شكل جديد، يعني المتحف بيظهر النهارده بثوب جديد بشكل جديد، خصوصا بعد ما انتهت المرحله الاولى من التطوير المشتركه بين المتحف المصري والاتحاد الاوروبي او وزاره السياحه والاثار والاتحاد الاوروبي. اول مره الجمهور المصري يشوف بالعدد الكبير ده الصالات اللي تم تطويرها. عندنا صالات اساسيه بالذات اللي في واجهه المتحف، اول ما نخش على طول يمين وشماله في الوش، دي تم تطويرهم تماما، هي فتره ما قبل التاريخ والدوله القديمه والعصر اليوناني الروماني. عندنا فوق قاعه تانيس، ودي تم تطويرها علشان تكون بديل مكان قاعه توت عنخ امون اللي هيروح المتحف الكبير. فهو البطل بتاع المتحف الكبير هو توت عنخ امون، لما هيمشي هيبقى عندنا بطل تاني هو مجموعه تانيس اللي هي من شرق الدلتا، دي فيها ذهب وفضه يعني تضاهي المجموعه بتاعه توت عنخ امون. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور علي عبد الحليم مدير عام المتحف المصري بالقاهره، شكرا جزيلا. يعني مشاهدينا الكرام زي ما استمعنا لدكتور علي، في النهارده جولات حلوه قوي، ويمكن دي بنقول خروجه لكل اللي بيحب الاثار طبعا وخاصه المتاحف، لكل اللي بيحب الابحاث العلميه في الاثار، وفرصه من خلال برنامج صباح الخير يا مصر ان احنا لسه في بدايه اليوم، والحقيقه في اقبال كبير جدا من المصريين ومن العرب ومن الاجانب كمان. فالحقيقه ده كمان بيبسطنا احنا انه يعني السياحه عندنا لسه بخير، وطبعا سياحه مصر لسه هتفضل متميزه طبعا بمكانتها وتاريخ مصر العريق والحضاره المصريه العريقه. احنا بنتكلم النهاردة على ان المتحف المصري في التحرير موجود وفاتح ابوابه لحد الساعة 5 مساء، كل الناس هتقدر ان هي تيجي وتدخل بالمجان، هتستمتع بجولات تعليمية وندوات، وكمان هيتم ارشادهم بكل المقتنيات اللي موجودة في المتحف المصري في التحرير. والحقيقة انا شايف في كمان الاسر بتصطحب الابناء، وطبعا لو في مجموعة من الاصدقاء جايين مع بعضهم المرشدين السياحيين مع الاجانب، فالحقيقة في صورة حلوة النهاردة في المتحف المصري في التحرير، واكيد الصوره دي هتكون موجوده في كل المتاحف على مستوى الجمهوريه. وخلينا اقول لكم كمان ان وزاره الثقافه كمان يعني قررت فتح ابواب المتاحف الخاصه بيها طبعا بالمجان النهارده احتفالا باليوم العالمي للمتاحف المصريه. فرصه كل الناس تيجي النهارده، الابواب زي ما قلنا مفتوحه لحد الساعه 5 والدخول بالمجان. دي كانت الصوره من داخل المتحف المصري بالتحرير احتفالا باليوم العالمي للمتاحف. برجع لكم في الاستوديو مره ثانيه منا وشاذلي. بنشكرك يا محمود، وعايزك توصل سلامنا كمان للاطفال اللي وراك اللي بيعملوا باي باي وعايزين يطلعوا في التلفزيون وهم مبسوطين كمان بالزياره، وصل لهم سلامنا. وبنشكرك طبعا على كل هذه التفاصيل محمود جميل من المتحف المصري.